إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. أما بعد، عباد الله، أوصيكم بتقوى الله حق التقوى، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، طالما سمعنا الوصية بالتقوى في الخطب والمواعظ، ونريد أن نقف وقفة موجزة حول معاني التقوى لنعرف حقيقتها وماهيتها، ولنعرف ثمراتها وأسبابها الموصلة إليها. أيها الأحباب، إن التقوى في اللغة مأخوذة من الوقاية، وهي الحفظ عما يؤذي، حفظ الشيء عما يؤذيه، كما قال ربنا جل وعلا: ووقاهم عذاب الجحيم. وأما في الشرع فقد عرفها العلماء بتعريفات كثيرة، من أحسنها وأشملها ما قاله طلق بن حبيب رحمه الله: إذا وقعت الفتن فأطفئوها بالتقوى. قالوا: وما التقوى؟ قال: هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله رجاء رحمة الله. والتقوى ترك معاصي الله على نور من الله مخافة عذاب الله. روي أن رجلا سأل أبا هريرة رضي الله تعالى عنه عن التقوى، فقال له أبو هريرة: هل أخذت طريقا ذات شوك؟ قال: نعم. قال: فكيف كنت تصنع إذا رأيت الشوك؟ قال: عدلت عنه أو جاوزته أو قصرت عنه. قال: ذاك التقوى. وأخذ هذا المعنى ابن المعتز الشاعر فقال: خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: التقي ملجم، لا يفعل كل ما يريد. وللتقوى صفات وعلامات يعرف بها صاحبها، من أبرزها التواضع. قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه: التقوى ألا ترى نفسك خيرا من أحد. ومن علامات التقوى الرضا بالقضاء والقدر، وحسن الخلق مع الناس ومع الخالق جل جلاله. قال مالك بن أنس: بلغني أن رجلا من الفقهاء كتب إلى ابن الزبير يقول: ألا إن لأهل التقوى علامات يعرفون بها ويعرفونها من أنفسهم: من رضي بالقضاء وصبر على البلاء وشكر على النعماء وصدق في اللسان ووفى بالوعد والعهد وتلا أحكام القرآن. وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى: لأهل التقوى علامات يعرفون بها: صدق الحديث والوفاء بالعهد وصلة الرحم ورحمة الضعفاء وقلة الفخر والخيلاء وبذل المعروف وقلة المباهاة للناس وحسن الخلق. أيها الأحباب، إن التقوى هي عنوان سعادة العبد في الدنيا والآخرة، وقد رتب الله على التقوى خيري الدنيا والآخرة، فكل من اتقى الله تعالى ولزم مرضات الله تعالى فإن الله تعالى يكرمه: إن أكرمكم عند الله أتقاكم.
فما الذي يعين إذن على التقوى؟ من أهم ما يعين العبد على تقوى الله عز وجل أولاً العلم بأوامر الله ونواهيه، فلا بد أن يعلم العبد ما حرم الله عليه وما أوجب عليه ليمتثل أوامره ويجتنب نواهيه. ثانياً مراقبة الله عز وجل في السر والعلن، وأن يستحي العبد من ربه أشد مما يستحي من خلقه، ولهذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذاً فقال له: يا معاذ استحي من الله استحياء رجل ذي هيبة من أهلك. وهذا الأمر مما يوجب خشية العبد من ربه في السر، فإن من علم أن الله تعالى يراه حيث كان، وأن الله عز وجل مطلع على باطنه وظاهره وسره وعلانيته واستحضر ذلك في خلواته أوجب له ذلك ترك المعاصي في السر. كان وهيب بن ود رحمه الله يقول: خف الله على قدر قدرته عليك، واستحي منه على قدر قربه منك. وقال له رجل: عظني، فقال: اتق الله أن يكون أهون الناظرين إليك. عباد الله، ومن من الأسباب المعينة على تقوى الله عز وجل أن يحاسب العبد نفسه بالطاعات وترك المعاصي، وأن يلزمها بالتوبة من الآثام، كما قال ميمون بن مهران رحمه الله: المتقي أشد محاسبة لنفسه من الشريك الشحيح لشريكه. عباد الله، وللتقوى ثمرات كثيرة نذكر منها أنها توجب للعبد رحمة الله عز وجل ورعايته له، فكل عبد اتقى الله إذا وقع في ضيق فرج الله عنه، وإذا تعسر عليه أمر يسره الله تعالى عليه، وإذا ضاق عليه رزقه فتح الله عليه أبواب الرزق من حيث لا يحتسب. قال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال جل جلاله: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. ولا ليال وحان إنبضاً خطبة لها إيو وعد يقانكم من قال لا تقوى أيضا لسكوت الدار من إلهي اللقاء عبصده إلهي اللقاء عبصده التقوى اللقاء عبصده قرآن كي السنة إن بضم بيكو سأرورين وإلهي سبحانه وتعالى نودر دار ميه تقوى آيات فربضن وإلهي سبحانه وتعالى نوفر يا تقوى واتقوا الله ويعلمكم الله واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون واتقوا الله إن الله شديد العقاب آيات أن حصر لهين أيا كسر ريت غوضة وإلهي سبحانه وتعالى مرنا ونفر يوم مرنا وأمانة يدك متقين تاه مرنا وشجي أبال خوضة الدنيا آخرة بأكلهين سنة النبي هتان أجننا صلى الله عليه وسلم سيدا سلم ذا وحنأكلنا نبينا عليه الصلاة والسلام إن بدن إنه تغوضة إنه در دار ميه أبال كدتك متقين تأهنا ونور بحيي هذا هو حرمنا ولا ليال بل تقوى حقيقة ذينا نؤغانه أنفهنه وحي تاي تقوى إيوه وحي لو قار تقوى إيه ملاها لقاها لا دوري آخر با. ولا ليال تقوى ولفظ عربية وحي كتمد من الوقاية وقاية نوحوه إلى لنوي وحي إلا إلى ليه وي ولما وحي لبو كيني الشيء اللي قيل عليه سادرت تقوضه وحوي إن إله سبحانه وتعالى عذاب كيسة يا عرديسة ليس كيل عليه أو أد وقاية وح كائل عليه عذاب كيسة أد يلا توي تاوي مركز حقيقة تقوضه حق اللغة حق الشرع علماء بضم بقى تعريف السيد تقوضه وحي وحكمل تعريفات كاس يقحتانك تعريف كي وتعريفي طلق بن حبيب رحمه الله تعالى وكمدها أئمة السلف كان وحولي إذا وقعت الفتن فأطفئوها بالتقوى
هذا فتن أي دعوة وحد كوب اختيسان تقوى قالوا وما التقوى وحيد أن تقوى وما حي وحوري هي أن تعمل بطاعة الله وإن طاعة إلهي كعمل فشه على نور من الله أضو إلهي سبحانه وتعالى حقي سنور كغسقا بمعنى بصيري علمي كتاقا رجاء رحمة الله ضاعة إلهي مركز كعمل فليس الأمر كيسا قادنا يسوه وحد رجيني سان رحديث إلهي بد رجيني سيئة شنديسة هي ثواب كيس أيات ربيسان إيسا أود رجيني إيسا والتقوى تقوى ذنو وحويان بوري ترك معاصي الله إلهي وحو كحر انتمي معاصينا كيف قاتل على نور من الله هذا نور كسو كان حق إلهي كهذا مخافة عذاب الله هذا وكعب سنة عذاب كإلهي هذا بات تقوى ذو لبضاس لنعب إلى ذا أما لبضاس تير بكل سنة إن إلهي سبحانه وتعالى وحو كفري أدفر تنطوط قادة واجبات إلهي وكأمر الله تماده هذا هو رميسان ثواب إلهي رجيني أنا الحديثيس كاسي وقضب قضب كاللبان وحوي إن أتكفوا تحول بإلهي كحرام تميي هذا هو حوي إلهي عرضي سئيو عقابتي سكعب صنية هذا اللبان الله تماده وحاته يقف تقي إلهي كعب صدي أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أيها التقوى الويدية مركب الحكومة السري لبادي قضب هذا الشيء أن ميت كي الدنباء أو حوية حمانتي حارانت الاسكي إلى هالي مركز أبو هريرة وحوري نيكي ويدية وحكوري شيد من مرتيب وري قد حان له مركز يقول ها ما حد سمين يسوي مركز شيد كقد حضر لأ أضمار يصح قد حين نهرت هذا كم مغضان ما حد سمين يسوي وحوري قد حها واسكي إلى هالي وكت حدري أما دين عمان أبو بيري أما وانكت اللابسني أما تلاوان دب أبو سو قراني سين قد حضر أين إيمودين تقوضان واسا سو كلوري تقوضا واسدا سو كلوري وإن التحدرتا الدوين أن إنتا جوكتو في طبق وهر رئيسا مركا وإن الإسلالسا ومر والبا وحوي في النايك سوى جهدو تقوضا وإن استعماشا وتكاد يراتا وحوال بإلهي كحرام تميي أمو كار هيبين خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى دنبيه ده اسكي الالي ونكي قبياغا معنى صوقاتي دنبيه كيسة يري كيسة وين سيداسا عبسي تهاي ذاك التقى الله كعبسي هو سيداس وصنع وحاد سميسا كماشي سيدا متكو الصعبة فوق أرض قول دوشي كو الصعبة الشوك وضحاء كبوحان يحذر ما يرى اسكي الالينا يوحي واركه لا تحقرن صغيرة دنبيه رهفوذيت سنين إن الجبال من الحصى بوروه وحي كسم اسمان قرورة حيات أحيان اسكتغي معناها الدنبي غيركا أه ايد فضيساني سمانت مركا تبريرا أصميسو كو كلمات كو درتو حدنا تسوعي ليس الدنبي وقرورة يا الدنبي مركا بورو نقونا يهدو ما لن تقيا محلقة يسا الدنبي يراء اللازمتي أو بورو اسكو بدري مع عاسعة مركا الدنبي يرها فضيساني بكلية الدنبي كيسا ير إيه كيسا ويمسكي لالي هدو الدنبي كاد عن الله سبحانه وتعالى وتوبت كان قفك تقيها ولا ليال وقف قال أتحدر بلن هولا نفتي سنو حكميا ولذلك عمر بن عبد العزيز بوحوري التقي ملجم قفك إلهي كعب سنية وقف حكمي سنو يامولي لا يفعل كل ما يريد وحول بو نفتي سوى عشا مو سمايو وحول بو نفتي سوى عشا هاي ما سمايو نفتي سوى حكمينا يا وحكسو إلهي وكخيري وكحكمينا يا وحول بو إلهي وأمرنا نفتي سوى كحن باريا ولذلك ولا ليال تقوى واحد لسك شيئا كرماء علامات يستعمل وقر تيلاد هاي والنفط هذا تكبر عليك أرتوه إن وحوى يا حقيقة دي تقوى لا جاه لي إيه إن كلام على ما ذا يستعمل سلف كنا شيء وحكم ذا التواضع قف في نهاس كل جه أو سنس كبرينين أو نسقاط قادين عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وحول التقوى وإن النفط هذا وعركته يعني إن هذا كهو سيسو أما إن هذا النفط هذا وأرق إن هذا كفي عنده ضد كده كفي عنده هاي إن هذا النفط هذا وأرق ويابول وحكمنا على ملاه تقوى يسلفك شيئين إن قفك ولي ما أخلاق وناكسن وضد كل رغمه سيدا وحوي نفتي سن وكل رغمه ضد كنا وكل رغمه ربيين وكل رغمه جل جلاله وحكمنا الرضا بالقضاء والقدر إنه قضاء يقدر كرهاله كل نغضه إنه صبره هذا اللي بعطيك الله عظم إنه إله سبحانه وتعالى نعم سوي الشكريه
inuu runta uu ku dadaalo ballanta inuu oofiyo raximkiisa inuu xiriiriyo dadka masaakiinta inuu u naxariisto intaasoo dhan waa calaamad ay salafkii noo sheegeen walaalayaal taqwada walaalayaal waxaa ku jirta liibaan oo dhan baa ku jirta sidaa darteed qof walba wuxuu u baahan yahay suu liibaanta adduunya tii aakhira buu helo in uu taqwada uu ku dadaalo oo ilaahay aada uga cabsado oo naftiisa uu ku leeyo oo ku tababaro taqwada waxyaabaha taqwada kugu caawinaya waxaa ka mid ah inaad cilmi yeelato ood waxaad ilaahay kaga cabsanayso marka horta aad garanayso oo diintaada aad barato xalaasha iyo xaaraanta inaad kala barato macruufka iyo munkarka waajibaadka ilaahay ku saaray inaad ogaato wuxuu ilaahay kaa xaaraantiyo inaad barato si aad xaaraantan iskaga ilaaliso waajibkan aad u gudato ilaa waxaadan garanaynin seed iskaga ilaalinaysaa waajib ilaahay ku saaray oo waxa weeye aadan garanaynin seed u gudanaysa waxyaabaha taqwada kugu caawinaya waxaa ka mid ah inaad mar walba ilaahay aad muraaqabaysaa ood ogaata mar walba ilaahay inuu ku daalacanayo waa xadiidkii nabigu uhi calayhi salaatu wasalaam markuu ixsaanka nabiga la weydiiyey an tacbud allah kaannaka taraah fain lam takun taraah fainahu yaraak nabigu wuxuu uhi calayhi salaatu wasalaam ilaahay inaad caabuddo ood u caabuddo sida adigoo arkayo o kale haddaadan arkayn ilaahay isagaa ku arka marka macnahaas mar walba inaad qalbigaa kusoo xaadiriso oo haddaad keligaa tahay iyo haddaad dad la joogtaba aada ogaato ilaahay subxaanahu watacaala inuu ku arkayo ilaahay ka xishooto saad dadka uga xishoonayso si ka dara ilaahay aad uga xishooto waxaa laga yaabaa qof wanaagsan oo akhyaara hadduu kula joogo inaadan hortiisa dembi ka samayn xumaan aadan ka samaynin laakiin haddaad keli noqoto inaad xumaanta ku dhiirato taasi waxa weeyaan arrin ka hor imaanaya taqwada maxaa yeele waxay tusinaysaa inaad xishoodka aad ka xishoonayso qofkan bini aadanka ee miskiinka ah uu ka weyn yahay xishoodka ilaahay subxaanahu watacaala aad ka xishoonayso ولذلك حديث أياكوس أرورا إنك سوى حديث ضعف كتشورا لكن معنى سوى معنى صح علماء ويسود للشذان حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه معاذ بن نبي يقول عليه الصلاة والسلام إيدر دارا يا رسول الله مركز النبي يقول عليه الصلاة والسلام دور قضب أشيك وحكم ذها استحي من الله استحياء رجل ذي هيبة من أهلي إلهي أوحشو سيد أوحشو نيسو من akhyaar ah oo eelkaaga ka mid ah nin wanaagsan oo culimo ah ama akhyaar ah hadduu kula joogo hortiisa xumaan kama samaynaysa waad ka xishoonaysaa sidaad uga xishoonaysaa ninkaas si la mid ah ama si ka fiican ilaahay uga xishoo jalla jalaaluhu maxaa yeele ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa xishoodka mudan asagaa waxa weeye rabbigaaga ah oo ku abuurtay oo awaamirtan ku saaray addoonkan xaqku uma leh marka qofka hadduu arrinka la yimaado ilaahay wuu ka cabsanayaa mar walba markuu keligii yahay markuu dadka la joogo wahay ibn walid raximahu allahu tacaala ayaa nin baa wuxuu ku yidhi iwaani nin wuxuu ka mid ahaa nin salaf ka mid a ayuu ahaa nin baa ku yidhi iwaani oo ila tali markaasa wuxuu yihi ittaqi illaah an yakuuna ahwana annaadiriina ilayk war ilaahay ka cabso oo iska ilaali ilaahay inaad ka dhigto kuwa kusoo eegaya ka u liita bimacna dadka markay kusoo eegayaanna waad ka xishoon hortooda xumaan kama samaynaysa ilaahayna hortiisa markaad keligaa taha ilaahay ku arkayo adiga rabbiga unaad tihiin waxa weeye hortiisa xumaan baad ka samaynaysaa marka ilaahay ha ka dhigin ahwana naadiriina ilayk kuwa ku eegaya ku daalacanaya ka u hooseeya u liita ilaahay ha ka dhigin jalla jalaalu saasuu ku yidhi nin la yidhahda abuljalad oo asna salafkii ka mid ahaa ayaa wuxuu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu u waxyooday nebi ambiyada ka mid ahaa wuxuu ku yidhi qoomkaaga waxaad ku dhahdaa maxaad dunuubta oga qarsanaysaan khalqiga iyo addoommahayga anigana aad dunuubta igu muujinaysaan haddii aad ictiqaadisaan inaanan arkaynin waabaad gaalowdeen oo aniga waad igu gaalowdeen haddii aad ictiqaadisaan inaan arkayo idin daalacanaya markaad dembiga samaynaysaanna maxaad iga dhigteen kuwa idin eegaya ee idin daalacanaya midka u liita maxaad iga dhigta alimaam axmed raximahu allahu tacaala ayaa wuxuu dhihi jiray labadan beyd idaa maa khalowta addahra yowman falaa taqul khalowtu walaakin qul calaya raqiibu haddaad maalin keligaa noqoto ha dhihin keligii baan ahay oo waxaan doonaan maanta samayn
وحدة إلهي سبحانه وتعالى بيدال عنه وأركيا ماشى مجدي كتشره أما هلك وحوي أن كل لغضي عنين أركينين حديهن وحويان ذاتكي ما أركيان وحن دوران سبحان الله جل جلاله وأكو أركيا ولا تحسبن الله يغفل ساعة همود الله سبحانه وتعالى هل ساعنا إنه كهل ما ميو ولا أنما يخفى عليه يغيب وح إله سبحانه وتعالى أتسلاه وكقر سوية إنه كقر سوية همود وحول بإله سبحانه وتعالى والله صعلا وأركا وحيا بها نفتا لإنا تقوى ذا قارسيسو هو عاونا يوحكم له مرول بالنفتا هذا الأمارة بالسوء حمان تكوف هو يريسة إنا وحول لحساب تنته أذوي ديسو بعد إلهي بيكسو بحضي واجبك إلهي مجودتي صلاته مجودتي مستوي ضيعضي حارانتي دنبي يبانتي فسقي مسكي لالي سنفتي مست حمانتي بيدح تشيدي نفت هذا ما نول بالله حسابته هدي أتكوارت نفتي أو حوي حمانتي وحوي نحقا شيء قبل نفت هذا لا حسابتن عقاب نفت هذا وإدبي كونك خاصة بنفت هذا لإله سبحانه وتعالى أطوبت كنت ميمون ابن مهرابة وحوري خوفك إلهي كعب سنة يتقيقة نفتي سوحو وحساب تنبذيهي نينك شريقة نينك لأي هانتك أدى حيصوه أوليبا نينك أسوياهي هانتك أدى حيصوه نين وحوي قعان أدك سؤال حساب تمي سكدرا أي نفتي سؤال حساب تمي معنا قفك هانتك أدى تشعل اللي حتشعل عليها نين هانتك أدى حيصوه سؤال حساب تمي سكدرا ونفتي سؤال حسابنا ولا ليال تغوض وحلاب مرفرة بضن إيه وحوي فوائد بضن الدوري آخر به فوائد داسير ويبلانتا هاي وحان ريمانتي خطبة لنا قصوة قادرنه لكن وقت يبقى نقعي للسبب إن شاء الله تعالى خطبة الدنبه أيان كغشة كيدو أننا ملاها تقودوا إلى هذا هاي الدونك هي آخر به آخر به مدونة إيسا إن تكمل نغو تورباهين تنروش إسلامك إسلام مركا ناذا هشو محاضرة ذي وليب برامج الدينيو آخر ذا ذاكو حسوسين إيا ورباهين تنروش إسلامك ورباهين كشقيسة أرمها تعودة إسلام مركا ناله أذيكي ذي براها بلشدا موبيل كاغا كعانتا أيد كلاس عندون تورباهين تنروش إسلامك فضنا كمل نغو ورباهين تنروش إسلامك هاتبا واحد كوحي ناتا أذيكي ذي براها بلشدا سيدا فيسبوكا تيك توكا تويتركا يوتيوبك إنستغرامك.